افضل الاطعمه اللي بتساعد على تصغير حجم غده البروستاتا زائد علاج طبيعي لتضخم البروستاتا الحميد بمثابه كده ملعقه يوميا على الصباح هتحسن من المشكله دي بشكل كبير جدا، لان اصلا يا دكتور مشكله تضخم البروستاتا الحميد واحده من الامور المزعجه جدا اللي بتخلي كده عندي اعراض بوليه مش مريحه، اعراض بوليه مزعجه، سواء زي كان الام وحرقان البول دي حاجه مزعجه جدا، كمان تكرار التبول يعني الشخص كده بيتردد على دخول الحمام كذا مره، ابقى لسه بخلص حمام وابقى عايز اروح مره تانيه سواء كان في الصبح او بالليل. كمان مشكله عدم تفريغ المثانه بالكامل اللي بيتسبب فيه تكرار التبول. كمان يا دكتور احيانا بعاني من ضعف الانتصاب، وخليني اقول لك يا عزيزي ان انت لو فضلت تعاني من مشكله تضخم بروستاتا الحميد بشكل متكرر ده هيؤدي لحاجه بتسمى احتباس البول، ووجود البول اساسا جوه الجسم بيعتبر كده من المصائب، لان وجود البول ده بيعتبر سموم، ومن هنا الطبيب لازم بيلجأ انه يركب قسطره. ولكن باذن الله في حلقه النهارده هقول لكم على افضل اطعمه هتساعد على تصغير حجم غدة البروستاتا، وكمان هقول لكم على وصفة فعالة جدا هتساعدك بشكل كبير في تحسن المشكلة دي. فعلشان كده بعد إذنكم ركزوا معايا جدا جدا لأنها هتكون حلقة مهمة جدا ومفيدة. تضخم البروستاتا الحميد أو بما يعرف بالإنجليش باسم البي بي اتش البيناين بروستاتيك هايبربليزيا، المشكلة دي من أحد المشاكل الشائعة اللي بتحدث عند الرجال بس، يعني من هنا نعرف إن الغدة دي موجودة عند الرجال فقط يعني مش موجودة عند النساء، وخاصة كده بتحدث المشكلة دي للرجال اللي بيكون كده تعدوا أو تخطوا سن الخمسين سنة، وفي الحالة دي بتبدأ مشكلة صعوبة التبول بشكل صحيح. الكلام ده بيترتب عليه تكرار التبول ليه يا عزيزي؟ لأن أصلا غدة البروستاتا بتكون كده بتضغط في حالة المشكلة دي بتضغط على الأنابيب المتصلة بالمثانة. من حيث الشكل التشريحي لغدة البروستاتا دي عبارة عن غدة صغيرة نسبيا في الشكل والحجم، حجمها كده زي حبة الجوز، بتقع تحت المثانة مباشرة بيعدي منها كده الإحليل أو مجرى البول، فبالتالي لو كان في تضخم كده هتعاني من المشاكل البولية المزعجة، ولو المشكلة دي اتنست واتسابت بدون علاج كده الأمر هيزيد من خطر الإصابة بزيادة تضخم البروستاتا اللي هيؤدي إلى التهاب البروستاتا، وإحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي، وأخيرا لا قدر الله ممكن يبقى في زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وإحنا أكيد مش عايزين نوصل للمرحلة دي تماما. ومن هنا خلينا نتعرف مع بعض على أعراض سرطان البروستاتا وأعراض تضخم البروستاتا الحميد. في حالة الإصابة بسرطان البروستاتا بتتلف أو بتتضرر الخلايا الطبيعية وتحديدا كده الميتوكوندريا اللي بتتحول إلى خلايا سرطانية، وفي حالة الإصابة بسرطان البروستاتا ممكن الخلايا دي تنتشر لباقي أجزاء الجسم وتسبب الوفاة. أما في حالة البي بي اتش في حالة تضخم البروستاتا الحميد ده معناه هنا من اسمه هو حميد، يعني بالتالي مش هينتشر لباقي أجزاء الجسم وبالتالي مش هيتحول إلى سرطان وبالتالي هو مش قاتل. ومن أحد أعراض سرطان البروستاتا ركزوا جدا، أول حاجة نزول دم في البول، رقم 2 نزول دم في السائل المنوي، الألم الفظيع عند التبول، صعوبة في الانتصاب، الشعور بالألم عند القصف، فبالتالي أعراضه مختلفة كليا عن البي بي اتش اللي بيؤثر على مجرى البول. بتكون زي ايه اعراضه؟ تكرار التبول، عدم افراغ المثانه بالكامل، فبالتالي الشخص بيتردد على دخول الحمام كذا مره، الام وحرقان البول وتنقيط البول، فبالتالي مشكله تضخم البروستاتا بتؤثر على مجرى البول. ايه هو بقى السبب لمشكله تضخم البروستاتا الحميد؟ هو خلل في توازن بعض هرمونات الجسم زي كده الهرمونات البنائيه زي هرمون الاستروجين والدي اتش تي. مع العلم مع التقدم في السن بيزيد هرمون الاستروجين وهرمون التستوستيرون بيقل، ومع زيادة هرمون الاستروجين هنا بتظهر المشكلة. ومن هنا خلينا نتعرف مع بعض على أفضل الأطعمة اللي بتساعد على تصغير حجم غدة البروستاتا وبتحافظ عليها وبتحسن صحتها. أول حاجة هو تناول بذور اليقطين، بيعتبر كده العلاج الأول والأقوى، وثبت علميا إن مع تناول بذور اليقطين يوميا إنه بيساعد على تقليص وتصغير حجم غدة البروستاتا لحجمها الطبيعي، لأن بيحتوي على أفضل مركبات بتكون غنية جدا بمركب بيسمى الفايتوستيرولز اللي بيمنع تراكم الدي اتش تي، اللي أصلا الهرمون ده بيكون من أحد أسباب تضخم البروستاتا وكمان أعراض تانية زي ضعف الانتصاب. ده غير بذور اليقطين بتحتوي وتكون غنية جدا بعنصر
الزنك اللي بيساعد البروستات على العمل بشكل صحيح، ده غير ان الزنك اصلا ليه اهم الادوار لصحه البروستاتا، بينظف وينعم البروستاتا بشكل كبير جدا، وكمان بيساعد على انتاج السائل المنوي. لو قعدت اتكلم عن فوائد الزنك لصحه البروستاتا كتير جدا، بالمناسبه كنت اتكلمت عن عنصر الزنك لصحه البروستاتا، اللي ما شافش الحلقه دي اجروا بسرعه سيبها لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. فبالتالي تناول حفنه من بذور اليقطين كل يوم مفيد جدا، او حتى كده ممكن ناخد ملعقه صغيره من زيت بذور اليقطين، من الحاجات المهمة جدا والمفيدة لتضخم البروستاتا. اتنين، تناول مركبات تسمى الدي اي ام، دي بتكون موجودة في الخضروات، هنعرفها كمان شوية. زي ما عرفنا احنا من احد الاسباب الشائعة هو ارتفاع هرمون الاستروجين اللي بيكون ناتج عن كثرة تناول الكحول، او حتى كده تناول اطعمة المكررة، او حتى تناول اطعمة المعدلة وراثيا، ولكن مع تناول الخضروات اللي بتكون مفيدة جدا اللي بتحتوي على مادة الدي اي ام او مركبات الدي اي ام، زي كده الليفت، البروكلي، الجرجير، الارنبيط، الملفوف، الحاجات دي او عموما مركبات الدي اي ام بتعمل ايه؟ بتساعد على تطهير وتنظيف الكبد، بتعمل حاجه بتسمى الديتوكسيفيكيشن، وكمان بالتالي بتساعد على ازاله الكميات الزايده من هرمون الاستروجين، فبالتالي بتساعد على تقلص او تصغير حجم غده البروستاتا لحجمها الطبيعي. ده غير ان بعض الخضروات كمان بتحتوي على فيتامين سي، يكون فيها كميات عاليه. طبعا احنا عارفين فيتامين سي ده من اقوى مضادات الاكسده، فبالتالي بيقلل الالتهاب وبيحمي من التهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا الحميد. ده غير ان كمان الخضروات دي فيها كمان ماده قويه جدا بتسمى السولفورافان، الماده دي ليها خصائص كده مضاده للالتهاب، فبالتالي بتقلل من التهاب الجسم عموما، كمان بتقلل من التهاب البروستاتا، وكمان بتقلل من خطر الاصابه بسرطان البروستاتا. ثلاثة، تناول الطماطم او تعرف بالانجلش باسم التوميتو، او بعض البلاد تانية تعرف باسم البندورة او المطيشة، ولكن هنا في مصر العربية الاسم العام ليها اسم القوطة، اكتبوا لي تحت في التعليقات اسمها عندكم ايه. طيب خليني اقول لكم ان الطماطم دي بتحتوي على اقوى مضادات الاكسدة، مادة بتسمى الليكوبين، المادة دي بتساعد على منع تضخم البروستاتا عن طريق تظبيط نمو الخلايا الظاهرية الإبيثيلايل سيلز، وعلشان تزيد من فعالية مادة الليكوبين، بالمناسبة الليكوبين ده هو اللون الأحمر، إن هو ده اللون الخارجي للطماطم عشان كده بيسمى الليكوبين، علشان تزيد من فعالية مادة الليكوبين وتصبح كده أكتر تركيزا، نعمل إيه؟ نسخنها، يعني لو عرضتها للحرارة حطيتها كده مع الأكل، وكمان عايز تزيد من فعاليتها وامتصاصها بشكل اكتر وفعال، حاول كده تحط عليها زيت الزيتون، البكر ممتاز جدا، ده هيزيد من فعاليتها وتركيزها 4 اضعاف، فبالتالي هتصبح حاجه فعاله جدا لتضخم بروستاتا الحميد. ده غير ان كمان تناول الطماطم من الحاجات المفيده جدا، انه هيقلل البي اس اي المرتبط بسرطان البروستاتا، فلذا هو هيكون حاجه مهمه جدا، هيقلل من خطر الاصابه بسرطان البروستاتا. طيب خليني اقول لكم ان ماده الليكوبين مش بس موجوده في الطماطم، كمان موجوده في الريحان، الجريف فروت، وكمان البطيخ وفاكهه البابايا. بالمناسبه كنت اتكلمت عن فوائد الطماطم او عموما ماده الليكوبين مش بس لصحه البروستاتا، فوائد تانية كتير، اللي ما شافش الحلقه دي اجروا بسرعه هسيبها لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. 4، تناول الجرين تي او الشاي الاخضر، يعني انت لو حضرتك متعود تشرب الشاي الاحمر حاول تبدله بالشاي الاخضر، مفيد جدا، لان خليني اقول لك يا عزيزي ماده الكافيين دي من مدرات البول، يعني بتخليك تخش الحمام كتير وانت اصلا عندك سواء كان التهاب او تضخم بروستاتا، فبالتالي انت كده بتضغط على المثانه وبالتالي بتعاني من الاعراض المزعجه. ده غير ان كمان الماده دي عموما ماده الكافيين بتخرج كتير من البول، ومن ضمنه هو عنصر الزنك اللي بيكون اصلا مفيد جدا لصحه البروستاتا، فنحاول نبدل الشاي الاحمر بالشاي الاخضر، لان ثبت علميا مع من شرب من 3 ل5 كوبايات يوميا ده بيساعد على الحد من اعراض تضخم البروستاتا وبيقلل الالتهاب وبيساعد في العلاج، لان الشاي الاخضر غني جدا باقوى مضادات الاكسده، ماده بتسمى الكاتشين او تعرف بالانجلش باسم الاي جي سي جي. ده غير ان كمان الشاي الاخضر فيه بعض المركبات اللي بتساعد على منع تحويل هرمون التستوستيرون الى الدي اتش تي بسبب تثبيط انزيم بيسمى الفايف الفا ريدكتيز، فتناول الشاي الاخضر من 3 ل5 كوبايات ممتاز جدا، هيساعد في العلاج من تضخم بروستاتا الحميد. 5، تناول ماده بتسمى اللوريك اسيد او حمض اللوريك، يمكن اول مره تسمع عنه، لكن اظهرت بعض الدراسات انه بيساعد على منع تضخم البروستاتا الحميد، وكان بيساعد على تحسين تدفق البول. ده بيكون موجود فين؟ في البولميد المنشاري او السوبر نيتو، او بيعرف باسم النخيل المنشاري، او بعض بلاد تانية بيعرف باسم الغاز، ولكن هنا في جمهوريه مصر العربيه بيعرف باسم الدوم.
ده متوفر في جميع البلاد، ممكن تاخده كده في صورة يعني حاجة طبيعية، ممكن تشتريه كده من أي متجر، أو حتى ممكن تشتريه من الصيدلية. لو هتاخده في صورة طبيعية ممكن تاخد من ثمرتين لثلاث ثمرات في اليوم، مهم جدا، حتى ممكن تعمله كده كعصير تطحنه وتشربه، مفيد جدا. أما لو هتاخده كده في صورة مكمل بتكون الجرعة اليومية 320 مللي جرام. أثبت إن تناول الدوم أو البلمطو المنشري عموما بيساعد على منع تحويل التستوستيرون إلى الدي اتش تي، إنه بيعمل تثبيط لإنزيم بيسمى الفايف ألفا ريدكتيز. بالاضافه ان في مركب البيتا سيتو استيرول، ده من احد مضادات الاكسده اللي بيساعد بشكل كبير على حمايه القلب وتحسين الدوره الدمويه، لانه بيساعد على تحويل ال ال دي ال اللي هو اللو دينستي لايب بروتين اللي هو الكوليسترول السيء الى الكوليسترول الجيد، وبالتالي مع بناء الكوليسترول او وجود الكوليسترول ده هيساعد على انتاج التستوستيرون، واحنا عارفين التستوستيرون ده بيساعد بشكل كبير على زياده الانتصاب والتغلب على مشكله سرعه القصف، فبالتالي هو بيكون مفيد جدا لصحه القلب وتحسين الدوره الدمويه. بالاضافه انصح بتناول زيت جوز الهند الخام بانتظام، بيحتوي على المونولورين، ده احد اشكال عالي التركيز من حمض اللوريك اللي ليه فوائد صحيه للشفاء. علشان بس الناس كده ممكن تسالني سؤال دلوقتي، تقول لي يا دكتور هو انا هاكل كل الحاجات دي كلها؟ لا، انا زي ما قلت في البدايه هقول لكم على افضل الاطعمه اللي بتساعد على تقليص وتصغير حجم غده البروستاتا، يعني نختار اي حاجه منهم واللي يناسبنا نمشي عليه بانتظام. فلو بتعاني من مشكله تضخم البروستاتا الحميد، في بعض الاطعمه مش بتحبها البروستاتا، علشان تساعد في الشفاء الدائم من مشكله تضخم البروستاتا الحميد، يعني حاول تقف فتره معينه وبعد كده لو المشكله دي اتحلت وخفت مفيش اي مشكله، ارجع كلهم مره تانيه. اول حاجه حد بشكل كبير او قلل من تناول اللحوم الحمراء او اللحوم المصنعه. رقم اتنين، حاول تقلل بشكل كبير من تناول منتجات الالبان البقريه زي كده الحليب والجبن والزبادي، اي حاجه متعلقه بمنتجات الالبان. طيب اشمعنى يا دكتور؟ دي هتعلي من الهرمونات البنائيه اللي هو هيزود هرمون الاستروجين، فبالتالي هيساعد على نمو الخلايا في الجسم. رقم ثلاثة، حاول انك توقف تماما المنتجات الكحولية. ليه؟ ده بيزود من هرمون الاستروجين، فبالتالي بتزيد هنا من المشكلة مشكلة تضخم البروستاتا. رقم أربعة، حاول تقلل من تناول السكريات والحلويات، وحتى كمان تقلل من بقدر المستطاع من النشويات زي الرز المكرونة والخبز عموما، وحاول تقلل او تمنع كده السكر الصريح. عموما السكر دي بتعمل ايه في الجسم؟ بتزود الالتهاب، ده غنيه كمان بتزود من مستويات هرمون الاستروجين السيء، فاحنا في غنى عن الكلام ده كله. رقم خمسة، حاول تقلل من الزيوت المهدرجه او الزيوت النباتيه اللي بتكون غنيه جدا بماده الاوميجا 6 اللي اصلا بتزود الالتهاب في الجسم، واحنا اصلا مش ناقصين، انت عندك تضخم بروستاتا، فبالتالي كده هتزود المشكله اكتر فاكتر. رقم ستة والاخيره، حاول تتجنب الاطعمه اللي بتحتوي على فول الصويا والاطعمه المعدله وراثيا، الاطعمه دي بتسبب اختلال في الهرمونات. وبنختم حلقه النهارده، انا ما نسيتش للناس اللي مصحصحين معايا هي ايه الوصفه الفعاله جدا اللي بمثابه كده علاج طبيعي لمشكله تضخم البروستاتا الحميد، يعني هناخد ملعقه يوميا على الصبح، الموضوع هيتحسن بشكل رهيب جدا. المكونات بتاعتنا هنقولها سريعا، ركزوا معايا قربنا نخلص. اول حاجه هتجيب 100 جرام من الجوز او بيعرف باسم عين الجمل، بس يفضل يكون ني، وكذلك الامر برضو هنجيب كده كميه كويسه من بذور اليقطين اللي بيعرف بيه اللب الابيض، هنجيب برضو 100 جرام هنطحنهم مع بعض نضربهم مع بعض، بس ملحوظة ناخد الكلام ده يكون ني ما يكونش محمص. ليه يا دكتور؟ محمص يعني ايه؟ يعني تعرض لدرجة حرارة معينة، فبالتالي لما يتعرض لدرجة حرارة معينة هيفقد القيمة الغذائية، ولكن احنا عايزين نحصل على كل الفوائد والقيمة الغذائية سواء كان للجوز او بذور اليقطين. هنضربهم مع بعض في الخلاط لحد ما كده ياخدوا شكل البودر، بعد كده هنضيف عليهم ليمونة او ليمونتين كبار نعصرهم، وفي بعض البلاد الاخرى بيسمى الحامض. المهم هناخد عصير الليمون ده سواء كان ليمونه او اتنين نضيفهم للخليط، وبعد كده هنضيف ملعقتين كبار من زيت الزيتون البكر او ممكن زيت جوز الهند الخام. ليه يا دكتور؟ اولا ده هيسهل علينا المزيج او الخليط، ده غير طبعا احنا عارفين ان زيت الزيتون فيه اقوى مضادات الاكسده اللي هتقلل من الالتهاب في الجسم، وبالتالي هيكون مفيد جدا لصحه البروستاتا. فهنخلطهم كلهم مع بعض، واخر حاجه دي اللي هو المكون الاخير ده اوبشنال يعني اختياري، لو انت بتعاني من مرض السكري يبقى ما نحطهوش، اما لو انت ما عندكش السكري ما فيهوش اي مشكله، هنحط ملعقه او ملعقتين كبار من العسل، طبعا ده مفيد جدا، احنا عارفين كميه الفوائد للعسل كده مضاد حيوي طبيعي، ده غير ان هو كمان بيقلل التهابات في الجسم وفوائد ثانيه كتير. المهم هنحط ملعقه او اتنين نمزجهم كلهم مع بعض لحد ما يبقى كده القوام كده بشكله متماسك، هننقل بعد كده الوصفه دي بتاعتنا هنحطها كده في وعاء ثاني وتحفظها في الثلاجه، وكل يوم تاخد ملعقه
على الصبح بمثابة كده علاج طبيعي لمشكلة تضخم بروستاتا الحميد. وإن شاء الله لما تمشي على الوصفة دي يعني شهر شهر ونص هتلاحظ تحسن رهيب جدا. بس كده نكون وصلنا لحد نهاية الحلقة، أتمنى لحضراتكم الصحة والسلامة. لو استفدتم الحلقة دي ومهتمين بمواضيع تانية كتير يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو حضرتك كنت لسه جديد ومرة بتشرفني في القناة ما تنساش تعمل اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بقدمها أول بأول. ولو كان عند حضراتكم أي أسئلة واستفسارات للحلقة دي ولا حلقات قبل كده قديمة فاتت اكتبوا لي تحت في التعليقات وأنا هكون مبسوط جدا وسعيد بالرد على أسئلتكم. ولو في اقتراحات من حضراتكم أنا تحت أمركم وأشوفكم على خير الحلقة اللي جاية.